هو حالة من التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على جنوب قطاع غزة مثل المنطقة الوسطى ومدينة غزة وشمالها منذ ساعات الفجر، وعمليات القصف المدفعي متواصلة. ربما ميز هذا اليوم تحديدا منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة هي عمليات القصف المدفعي التي طالت كل المناطق الجنوبية، مدينتي رفح وخان يونس. نبدأ من مدينة رفح والتي تكثفت فيها عمليات القصف المدفعي على المنطقة الشرقية من مدينة رفح، تحديدا منطقة الريان. وهذه المنطقة على مدار الأيام الأربعة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت خلالها الفصائل الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال الإسرائيلي، وتفجير فتحات لأنفاق، وأيضا استهداف مجموعة إسرائيلية راجلة كما حدث يوم أمس في منطقة شرق منطقة الريان. لذلك تتكثف عمليات القصف المدفعي والجوي على هذه المنطقة، لكن هذا اليوم ربما لم نشهد أي غارات جوية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وانحصرت هذه الغارات في وتم التركيز على عمليات القصف المدفعي العنيف على المنطقة الشرقية من مدينة رفح، وكذلك الحال على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مدينة رفح، دون أن يتم إعلامنا بوجود ضحايا أو شهداء جراء عمليات القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة رفح. أما في خان يونس والتي شهدت سلسلة من الغارات العنيفة يوم أمس والتي أودت بحياة 19 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء الذين كانوا نياما عندما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية وقصفت منازلهم فجرا، أدى ذلك إلى تدمير عدد كبير من المنازل، استشهاد 19 وإصابة أكثر من 35 آخرين. على الأقل 8 من الإصابات التي وصلت إلى مشافي مدينة خان يونس هي إصابات خطيرة وحرجة، والآن هي متواجدة في أقسام العناية الفائقة من أجل محاولة إنقاذ حياة هؤلاء الجرحى. أما هذا اليوم فقد كثفت المدفعية الإسرائيلية من عمليات قصفها المدفعي على الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس، وهذه المناطق الشرقية تحديدا بلدة خزاعة، عبسان الكبيرة، ومنطقة الفخاري بالقرب من موقع صوفا العسكري. هذه المناطق دائما وعلى مدار الساعة تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل المدفعية المتواجدة داخل موقع صوفا العسكري، وأيضا داخل السياج الحدودي الشرقي لبلدة خزاعة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار. لكن بفضل الله حتى اللحظة لم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وصول أي من الإصابات حتى اللحظة أو الشهداء بفعل هذا القصف المدفعي العنيف الذي طال مناطق واسعة من المناطق الشرقية. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية. أما على الصعيد الإنساني والمعيش، الأوضاع صعبة كارثية جراء استمرار هذا العدوان منذ أكثر من عام، جراء استمرار وسياسة إسرائيل الممنهجة في إغلاق المعابر والتضييق على المواطنين ومنع إدخال المساعدات الإنسانية حتى التي تصل إلى المؤسسات الدولية، وبالتالي هناك حالة أشبه بتجويع قطاع غزة، محاصرة قطاع غزة من الجو ومن البحر ومن البر، والتضييق عليه في لقمة العيش في شربة الماء. ولذلك هذا الأوضاع، انهيار المنظومة المعيشية والإنسانية وعدم دخول السلع الأساسية، لأنه السوق الآن بات خاليا من البضائع، لا توجد لا خضروات لا مثلجات لا لحوم ولا أي شيء، وبالتالي الأوضاع المعيشية صعبة جدا. هذا التدهور في الأوضاع المعيشية أثر هنا بصورة كبيرة على الأوضاع الطبية والصحية، نظرا بالأساس لأن مجمع ناصر الطبي الذي يعتبر ثاني أكبر مجمع طبي في بعد مجمع الشفاء في قطاع غزة أطلق أكثر من عشرات المرات إنذارات إلى المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل من أجل إمداد المجمع بالمعدات الطبية الناقصة والتي دمرت بعد الاجتياح البري لمجمع ناصر الطبي، بالمستهلكات الطبية، بالمعدات، بالأدوية وغيرها من الأجهزة الضرورية لاستكمال يعني قيام المجمع بأداء وظيفته الإنسانية والطبية تجاه المرضى والجرحى، لكن لا حياة لمن تنادي. تدهور الأوضاع المعيشية
فاقمة من الأوضاع الإنسانية الصحية داخل مجمع الشفاء، وبالتالي هناك حالات كثيرة تحتاج إلى علاج خارج قطاع غزة، لأنه بات غير يعني المجمع الطبي غير قادر على تقديم العلاجات. وكما قالت وزارة الصحة أن هناك 26 ألف حالة مرضية بين مريض وجريح، هم بحاجة ماسة وفورية للخروج إلى من قطاع غزة للعلاج داخل الدول العربية أو في المستشفيات المصرية. وبالتالي الوضع صعب جدا، الوضع الإنساني، الوضع المعيشي والوضع الطبي يتفاقم ويتدهور يوما بعد يوم، خاصة بعد إطلاق تحذيرات داخل مجمع ناصر طبي بتقليص أو بقرب انتهاء كميات السولار والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في داخل مجمع ناصر الطبي. هذه هي صورة الأوضاع الإنسانية والميدانية في جنوب القطاع حتى هذه اللحظة. كل الشكر لك زميلي إبراهيم قنن مراسل غدا، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا.